في الذكرى الثالثة والخمسين لثورة الرابعة عشر من أكتوبر، ترتسم ملامح الفرح بالحرية بعد رحيل المستعمر وانتصار المقاومة حين ذاك جنوب الوطن. وظل الوطن يشهد احتفالاته بهذه المناسبة عاما بعد آخر هنا في مدينة تعز، حيث يتدافع المواطنين للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، يستلهمون منها روح النضال وصمود المقاومة. وبهذا الاحتفال نحن نرسل رسالة على أن ثورة 14 أكتوبر لا تموت، وأن الثورات لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تشيخ. اليوم خرجنا الاحتفال بالذكرى العظيمة 14 أكتوبر لنعيد ذكرى أجدادنا القدماء. تمر هذه الذكرى اليوم وتعز كغيرها من المحافظات الجريحة في لحظة حصار وحرب الميليشيا، يسطر أبناءها اليوم قصة جديدة في مقارعة الظلم والطغيان أمام الميليشيات الإنقلابية التي أرادت سرقة الثورة والجمهورية معا. اليوم نحن نشعل الفرحة ونؤكد أن الثورة ماشية إلى الانتصار بإذن الله. على الرغم من كل الظروف التي تعيشها هذه المدينة والبلاد عموما، يظل حب الوطن والتغني بكل أعياده واجب التزم به الجميع هنا، الكبار قبل الصغار. بين الماضي والحاضر يسجل هؤلاء أسماءهم في صفحات التاريخ، وإن تبدلت الأدوات وتغيرت الأساليب يظل حب الوطن ومشاركته الأفراح والأحزان واجب وطني. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.